التيث رموف خلاص بعد انت هسه صار راح الريزوربشن حتمي يعني مو ماكو فتشي راح يمنع الريزوربشنز اللي احنا راح نسويه راح نقلل الريت اوف ريزوربشنز بس هو الريزوربشن راح يصير طبعا هو فاستست فيرست 6 مانس شافوا انه هو اول 6 اشهر بعد القلع هو يكون فاستست ريت بعدين يبدي يقل هاي بعدين راح تاثر علينا طبعا بشغل زين هاي قلناها السايز مالتها but the bone resorption activity continue throughout life at a slower rate يعني هو راح يبقى مستمر resorptions بس راح تقلل الريت مالته يعني اذا يعني هو اول 6 شهور هو حتى ياخذ الشكل هذا حتى المارجنز هذني مال السوكت يروح يصير سريع كلش اول 6 شهور حتى ياخذ شكل الرج بعدين يبدي الريزوربشن ريت راح تقل حتى نعرف شلون يصير الريزوربشنز ليش يصير بالبون الريزوربشن لازم نعرف الاليمنتس اللي موجوده بالبونس الاليمنتس هي اول شيء الاوستيوسايت اللي هي بيسك يونت مال العظم اللي هي الخليه العظميه اللي هي بيها النيوتريشن مال العظم يعني يجيها التغذيه مال العظم وهي اسمها الخليه العظميه هاي اللي هي تتكون يعني بعد ما تمر المراحل تصير اخر شيء هي اوستيوسايت الانتر سيلولار سبستانسز اللي هي شلون هسه انت تشتري كاشير بها تحصل الباقي اللي بيناتها هذه السحوله انتر سيلولار الانتر سيلولار ماتريكس اللي يكون عددها جلايكوبروتين الاوستيوبلاست هم هنا خلايا موجوده بالعظم هاي وظيفتها فورميشن هاي تسوي الخلايا العظميه هي تنشئ الخلايا العظميه وايضا موجوده الاوستيوكلاست هذا اللي يسوي ريزوربشن بالعظم هذا اللي يسوي ديجنريشن بالعظم هذه ليش نبنيات الموجودات لان العظم هو دائما هو بي ريمودلنج بروسيس هو يعني ياخذ خلايا وينشئ خلايا هو دائما اكو فد بالانس طبعا بيناتهم هسه راح ناخذ شلون يصير شنو الباثولوجيسيس وليش يصير هذا الشيء هسه راح ياثر علينا بعدين بالنسبه لهذا السلايد هذا السلايد تشوفونه الاوستيوسايت والاوستيوكلاست هذا بعدين راح يتغير الحكي الجروس باثولوجي يعني شنو بالنكد اي شلون راح نشوف الريزوربشنز راح نشوف لوكلايزد لوز اوف بون ستراكشر يعني شوف انت فد اكو فد بون ستراكشرز موجود بهاي المنطقه اللي صار فيها اكستراكشنز راح يصير عندنا بون لوز هذا الجروس باثولوجي اللي راح نشوف يقسموها الى 6 مراحل هو يمر بست مراحل المرحله الاولى اللي هي الاوردر اي بري اكستراكشنز المرحله الثانيه هي بوست اكستراكشنز هذه مباشره بعد الاكستراكشنز هذه بعد فترة هاي ويل وراها يصير نايف ايج وراها يصير لو ويل وراها يصير ديبرست هذه طبعا هي مرحلة زمنية هاي مرور بالزمن يعني طبعا تختلف الريت مالتها من واحد لواحد بس هي فيرست 6 مانس هي فاستست ريت مايكروسكوبيك باثولوجي راح نشوف اكو اوستيوكلاستيك اكتيفيتي شوفوا هذا هنا اللي قلت لكم اياه انه انتم هنا اوستيوكلاست هنا راح نشوف بالريزوربشنز راح نشوف بالمايكروسكوب راح نشوف انه الاوستيوكلاست اولا عددها اكثر ثانيا هي اكتف اكثر من الاوستيوكلاست اللي هي راح تسوي لنا بون ريزوربشنز الباثوجينيسيس مالتها كلمه باثوجينيسيس معناها يعني كيف ينشا هذا المرض الطريقه اللي يمشي بيها فهو اول شيء طبعا هو يعني following extractions راح يصير هو immediately راح يصير order 2 يعني احنا قلناها order 1 هو pre extractions بعدين راح يمر راح يصير like well high well rounded هذه اللي هي هذه high well rounded بعدين high knife edge high low well rounded شوف rounded high depressed زين فلما اقول لك اكتب لي pathogenesis راح تكتب لي اياهم هذول كلهم بس ويا شرح من اقول لك لا انطيني المايكروسكوبيك باثولوجي لا انت راح تعرف انه هنا نفس الشيء بس الفرق انه انت تشرح شنو اللي يصير. زين. بعدين اجى جوي قالوا احنا حتى نعرف شنو يعني حتى نميز احنا بيناتنا انا مثلا بدي اسوي بحث على الفلاترج زين انا لا اعرف شنو هي الفلاترج شنو هي يعني من انا اقول هاي فلاترج يعني شنو معناها؟ معناها انه الهايت مالتها هم قسموا الهايت مال الرج بعد الاكس راي يعني حتى يعرفون هذا يا تايب 1 هسه مثلا بدي اكتب تايب 3 هذا عالميا راح يعرفون تايب 3 ايش الهايت مالته هم قسموا على الهايت بدوا من تايب 1 اللي هو احسن واحد بيهم
الهايت مالته 21 ملم تقريبا. ليش مزوجه؟ اي هذا اللي هو تايب 1 اللي هو من اقول لك انا دا اشتغل على تايب 1 انت تعرف انه انا ايش قد الهايت مال هذا. فشي هذا ستاندرزيشن طبعا هذا من مثلا امريكان كوليدج اوف مثلا اوف او امريكان دنتال اسوسيشن اللي يطلعون فشي هذا على مود يكون بالعالم كله من يكتبون بكي شيت او من يصير في كوبريشنز مثلا وياهم يكتب البحث هذا انا اعرف بعد ما يحتاج هو يقول لي الهايت مالته هي فالتايب 1 21 التايب 2 من 16 ل 20 تايب 3 من 11 ل 15 والتايب 4 من 10 ولس اللي هي هاي خلينا نقول الفلات رينج زين الدايركشنز طبعا الدايركشنز هو الريزوبشنز راح يصير 100% بس احنا اللي راح ياثر علينا اكثر شيء الدايركشن مال الريزوبشنز احنا راح نتاثر التأثير ما اللي راح يصير على الشغل مالتنا على البروسيدونتكس هو بسبب الدايركشنز يعني لو دايركشن غير شيء كان احنا ما صار بين هاي الكونسيكونسز راح ناخذها بعدين فخلينا نعرف اول شيء قبل ما نعرف الكونسيكونسز خلينا نعرف شنو هو الدايركشن شنو الفرق بين الماكسيلا وبين الماندبل بالريزوبشنز بالنسبه للماكسيلا الريزوبشن مالتها يصير upward and inward upward and inward شوف هاي الصوره شوفه upward inward هيتش resorption هيتش يصير بالنسبة للماندبل downward لا عفوا بالنسبة للمارورد outward أوكي outward هذا راح شو يسوي لك راح يسوي لك إنه راح يسوي لك إنه يبين إنه الماكسيلا راح تصير الماكسيلا smaller راح تصغر الماكسيلا اللي الريزوبشن مالتها اللي جوا وهذا الريزوبشن مالته اللي ورا فراح يسوي لك البيشنت بروجناتيك يعني يقول لك دكتور انا ما كان هيك حنكي انا كان طبيعي شو بعدين هيك صار على بالك يعني هيك هو بحقيقه هو اللي صار بي انه الريزوبشن صار عنده بالماكسيلا الدايركشن مال الريزوبشن هو راح ان اثنيناتهم صار بهم الريزوبشن ها اثنيناتهم صار بهم الريزوبشن طبعا الريت اوف الريزوبشن هسه راح ناخذ عليها اكو فرق بيناتهم طبعا لان الماكسيلا البون مالتها كانسلس فشوي الريزوبشن مالتها يصير اكثر من الدنس مال الماندبل بس على العموم هو الدايركشن هو التاثير هذا دا يفوت لي جوا ويصعد لي فوق بنفس الوقت هم هنا هيجي ويصعد لي فوق هذا لا هذا دا اوتور فيشوف البيشنت راح يسوي لك بروجناتيك ابييرنس فهذا هنا هذا عندك مثلا هذه اذا باقي عليها الار ار ار سنتر فريتال مثلا من سنتر فيوجرز هذه ممكن تجيكم بالام سي كيو تبدل بيناتهم ممكن تختار انت بيناتهم سنتر فريتال اللي هو هذا الدايركشن هذا هو سنتر فريتال هذا سنتر فيوجرز هذا سنتر فيوجر اللي هو اللي برا تسوي تخلي سنتر فيوج الفره مالته اللي برا سنتر فريتال لا الدخله يعني الفره مالته للماكسيلا بالماكسيلا سنتر بتضبط ماكسيلا سنتر فيوجر من اسمه من الشكل مالته للاوت زين الباترن طبعا يعني وين يصير الريزوبشنز الباترن يعني وين يصير الريزوبشنز طبعا بالماندبل يصير يعني بثلاث مناطق يتقسم ثلاث مناطق بالليبيال سايد اوف انتيريور بالانتيريور راح يصير بالليبيال هاي مهمه همينه يعني هم تجيكم هاي احتمال الباترنز لان هاي حتى تفرق انت بالماندبل يصير يعني من كل مكان يصير في الجهه فبالانتيريور يصير هو بالليبيال بالبريمولر ايكوال اثنيناتهم يصير بهم بالبوستيريور يصير لينجوالي يختلف حتى يصير هذا الشكل بالبوستيريور يصير لينجوالي وبالانتيريور يصير ليبيالي وبالبريمولر يصير ايكوال اوكي ليبيال ولينجوالي يصير بيناتهم ريزوبشنز نفس الكميه بالماكسيلا لا ليبيالي بالماكسيلا ليبيالي فقط هنا يصير ليبيال او بكر يعني هنا ليبيال بالانتيريور وبكر بالبوستيريور يعني كله من الخارج فلهذا السبب هو راح يدخلني جوا لان كله دا يصير ريزوبشنز فكله دا يرجع لي ورا هذا طبعا ايش راح يسبب لنا يعني من اقول لك تكتب لي باترن تكتب لي بولوز وتكتب لي الارنجمنت هنا راح ياثر علينا بالارنجمنت لان يعني الارنجمنت لازم ارجعها للكلاس 1 مو صحيح؟ يعني عندي يعني هسه هي كلاس 3 سكليتر كلاس 3 بسبب الريزوبشنز انا لازم ارجعها للكلاس 1 شو اسوي؟ ايش راح اضطر شو اسوي؟ اخلي الماكسيلاري تيث سلايتلي ليبيالي يعني هي مو فوق الريست شويه اطلعها ليبيال حتى اعوض هذا حتى اسوي كومبنسيشن للبون ريزوبشنز مال حتى يعني
ارجع للكلاس 1 بالماندبل الانتيرير ريجن ارنج لابيالي اون ذا سنتر اوف ذا ريج ان ذا بري مولر شوفوا لانه بسبب يعني انا شنو شنو منين دي سيرزوبشنز انا يعني الجندي سيرزوبشن انتيريرلي انا اخلي انتيريرلي بالبري مولر من دي سيرزوبشن اخليها على كريست باللينجوال لينجوال اوكي تفهمون شلون واضحه فتكتب لي البون لوز تكتب لي التوث ارنجمنتس انا صحيح كاتب لك البون لوز بس انا كاتب لك الباترن اوف بروزوبشنز بس انا اريدك تكتب لي همين شلون شلون هذا راح ياثر على شغلنا هاي صورة ما المهم هي هاي بينه بعرف أنا هسه هنا resorptions هسه هاي هنا teeth موجود teeth موجود resorb extraction صار resorptions صار بالليبيال هنا هسه طلع هذا الخط هذا بعده شوفوا هسه طلع الخط هسه هذا صار لي جوه هذا صار لي أوكي واضح هذا السبب اللي صار بيناتهم إنه صار كأنه سكيتر بلاستري زين consequences هاي الصورة هسه تلخص ال consequences الصورة الأولى هو إنه إحنا راح نفقد ال depth of sulcus هذه ال depth راح تروح هذا راح تروح اللي هي كلش مهمة طبعاً الشغلة الثانية المصل attachment أيضاً راح تقترب هي المصل attachment العدو 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 مالتها لأن هي displaced لأن أنت مجرد إنه البيشنت يحكي ياكل هو راح يحرك لنا المصل فكل ما اقتربت المصل هي حقيقه احنا مرات يعني بالبدايه يعني اول ما بدينا احنا عبالنا انه المصل هي بدها تصعد لا هو اللي يصير انه الرنج هي اللي تنزل عليه بدها تقترب هذا هاك شو البروجنوستيك ابييرنس هذا شوفوها الصوره الثانيه شلون هي هذا البيشنت هي نفسها هاي نفس البيشنت بالصوره هي هاي باليمنى صارت باليسرى هو نفس المريض نفس الانسان بس شكله شوف شلون تغير بسبب الريزوبشنز صار بروجنوستيك أبيرنس. طبعاً الانتر أريد لرجع إذا راح تتأثر لأنه المسافة راح تزيد مو راح يصير بين الريزوبشنز فالدستنس اللي موجودة كانت منهم وأسنان موجودة اختلفت هسه هي طبعاً مورفولوجيكال تشينج أكيد راح يصير فيها شارب ونايفي مثل ما شفنا بالهذا أيضاً ها عندنا ممكن يصير شوف هاي الصورة الأخيرة هاي ممكن إحنا الريزوبشنز كلش قوي راح ممكن يوصل للمانديبولار نيرف راح يعني اكسبوز مانديبولار نيرف هاي بالاكستنسف ريزوبشنز هذه ايضا راح تمثل لنا مشكله بعدين انا من راح اخلي الدنشر فوقها راح يصير هاي برجرز راح يصير بيشنتس يعني ممكن يصير عندها نمس يعني مجرد انا خليت له هذه راح يصير لي هذا راح يصير برجر على النيرف نفس الحاله بالمنتال فورامن يعني بالمنتال نيرف يعني بالمانديبولار نيرف وبالمنتال نيرف هاي هو السيكونسز الايتيولوجي هاي الايتيولوجي هسه احنا راح نجي راح نعرف شنو الاوستيوبلاست وشنو الاوستيوكلاست بالجروث يعني من الانسان بيكبر الاوستيوبلاست هي الاكثر تشتغل بالاوستيوبوروسيس بالهشاشه من الانسان يبدي يوصل الى ايج يعني يبدي يعني يعبر الجروث بعد يبدي اوستيوبوروسيس يبدي الاوستيوبلاست هي اللي تشتغل شوف الانسان يعني من يكبر كلش شوف حتى هو يعني يعني حتى يصغر يجي كأنه تحس إنه هو قصر بس هو مو قصر الحقيقة اللي صار إنه صار عنده أوستيوبور يعني أوستيوبلاستيك أكتيفيتي أكثر طبعاً هو مالتي فاكتوريال يعني إحنا الإيتيولوجي إحنا بالبداية الإيتيولوجي خليك تكملها بس حتى نعرف شو اللي يصير من أوستيوبلاست وأوستيوبلاست بس هو الفاكتورز مالتهم هن مالتي فاكتوريال ممكن أناتوميك ممكن ميكانيكال وممكن بيولوجيكال ميتابوليك فهو العلاقه هو البون ريزوبشنز على البون فورميشنز الريسيجوال هذا يتناسب طرديا مو الريسيجوال ريزوبشنز من يصير ريزوبشن ازيد من البون ريزوبشن فاكتورز ازيد من البون فورميشنز يعني شنو هسه راح نجي ناخذ شنو من البون فورميشنز يعني واحد مثلا اكله كلها حليب يعني يشرب كله حليب وكله هذا بون فورميشن فاكتور ياخذ مو مثل الانسان اللي ما ياخذ هاي الاشياء عنده بون ريزوبشن فاكتورز يعني مثلا يدخن مثلا او مثلا عنده او عنده ديابيتك او عند هذا عنده بون ريزوبشن فاكتورز اكثر فهنا بيناتهم هذا هاي المعادله هنا يعني تذكروها لان هسه راح ناخذها من الفاكتورز اول فاكتورز هو الاناتوميك اذا كانت اول شيء الاماونت والكواليتي اذا كان البون اكثر فاكيد الريزوبشنز راح يصير اقل
يعني الريت اوف ريزوربشنز اقل. يعني واذا كانت نوعيه البون مثل ما قلت لكم قبل شويه، نوعيه البون اذا هو بالماكسيلري هي كانسلس بون راح يصير ريزوربشنز اسرع واكثر، يعني هم وقت وهم اكثر راح يصير مور. بينما بالدنس لا اشوف انه انت الامور هواي تاخر، هواي احنا شايفينها يجينا بيشنت الرجمات باللور احسن وبالابر تشوفه كلش زغرانه. الميتابوليك طبعا الميتابوليك ان الهرمونز ان هو شنو اللي دا يصير يعني بالضبط؟ هي خليه عظميه تريد نيوتريشن. هذا النيوتريشن هو شنو النيوتريشنز؟ الكترولايتس يعني ماينرالز والكترولايتس يعني املاح كالسيوم فوسفيت فيتامين دي فيتامين سي. هاي من ينظم هاي العمليه؟ من يسوي كنترول اللي هو الاندوكراين سيستم. الاندوكراين سيستم اي خلل بي من سواء بالبيتيتري او بالثايرويد او بالبارات كل هذا اللي يتحكم بمجموعه عوامل تاثر على البون ريزوربشنز. مثلا عندك البيتيتري جلاند الثايرويد جلاند الباراثايرويد السوبرا رينال هذا مجموعه الاندوكراين سيستم اللي هي تاثر لنا على الالكترولايت بالانس. الميتابوليك فاكتورز احنا قلنا الاول واحد الهرمونز، ثاني واحد الدايتري. الدايتري ايضا مهم بالنسبه للريزوربشنز، يعني احنا يعني اهميه الدايتري. الدايتري يعني احنا هسه مثلا حتى الكتاب الجديد مال باوتشرز اللي هو الباوتشر اللي هو احنا نعتمد عليه بالادنشلس بيشنس اللي خلينا نقول المرجع مال البروستودونتك بالعالم كله تبال ادنشلس. بالطبعه القديمه كان عنده فد سكشن يحكي بيه يعني من شابتر يحكي بيه على النيوتريشنز فد يعني باراجرافز. بالطبعه الجديده شابتر كامل على النيوتريشن لان اهميه شافوا انه اهميه النيوتريشن بالبون ريزوربشنز، يعني هو يقلل لنا البون ريزوربشنز. فالبروتين الكربوهيدرات الفاتس الفيتامين والاورجانيك ماينرالز هذني كلهن ياثر لنا على شو اسمه. احنا راح ناخذ اكثر شيء يهمنا الفيتامينات. الفيتامينات اسينشال فور بروبر اكشنز اوف هرمونز ان ذا كلاين جلاندز برودوس انترستيك هرمونز وايل فيتامين بروبرتيك استرستيك هرمونز. اللي انت تاخذن الاندوكراين هو اللي راح يعطينا الداخلي راح ينظم لنا العمليه، وانت راح تاخذه تشرح ينظم لك هو راح ينظم لك انت راح تاخذ الفيتامينات راح تاخذ الفيتامين اي. ايش راح ياثر لنا؟ راح ياثر لنا بور ديفلوبمنت الكالسيفيكيشنز اوف بون، يعني عمليه الكالسيفيكيشنز اللي احنا نريدها في البون تصير هو راح يعني يقلل لنا، يعني اذا هي ماكو راح يقلل لنا اياها. ف ريديوس رينال فوسفورس ري ابزوربشنز، يعني الفوسفورس اللي انت راح تاخذه هو الرينال يعني هي حتى السوبرا رينال جلاند. السوبرا رينال جلاند هي شو تسوي؟ تعيد هي مصنع تكرير. هي رينال جلاند الكليه هي اصلا يعني مصنع تكرير تطلع لك تظل تشتغل وتطلع شنو انت اللي عندك تشتغل عليه تظل تعيد الان بعد خلص ماكو شيء بعد تطلع ماكو شيء تستفاد من عنده بعد تطلعه. فهذا مصنع التكرير اذا تاثر راح يقلل لنا الري ابزوربشنز. راح انت اللي راح تاخذه راح يطلع. فيتامين بي كومبلكس هذا طبعا يمكن حاره صارت هذا شغل لكم اياه. فيتامين بي احنا يعني حتى الكبار دائما يقول لك خذ بي كومبلكس. سامعين شايفين اكيد بالصيدليات حتى ريحته قويه كلش. هذا البي كومبلكس يعطيك في الجنرال هيلث، يعني يعطيك يعطيك في الطاقه مو طبيعيه، يعني تمشيك في الثلاث اربع ايام انت بطاقتك. طبعا مو ما ينطوهم ولا اليوم، هو عاده ينطوه الاولد ايج. فيتامين سي كوز ديكالسيفيكيشنز اند ديفيوز ليفر اتروفي كولاجين بوند ريديوس از ويل از ثيكنس اوف. هذا طبعا الديفيشنسي مالته هنا انا احكي لك فيتامين سي، هذا مو هو الافكت مالته، هذا الديفيشنسي مالته راح ياثر لنا من هذا. فيتامين دي هذا راح ياثر لنا على البالانس، بين هذا طبعا هو من اهم الفيتامينات. زين فيتامين دي هو شغله البون هو يمه ليش؟ لان هو سيطر لنا على الكالسيوم فوسفورس ريشيو، هو يعني يشتغل عليه يعني يسوي بالانس.
هيل بون ماتريكس تو كالسيفاي. اكسسيف اماونت ليد تو بون ريزوربشنز بات مايلد انكريز ليد تو اكسسيفلي مايلرايزد بونز. هسه نيجي على الميكانيكال فاكتورز. احنا قلنا اول شيء اول فاكتورز اللي هي الاناتوميكال، وثاني فاكتورز اللي هي البيولوجيكال يعني الميتابوليك والدايت. زين، ثالث فاكتورز اللي هو الفانكشنال الميكانيكال. الميكانيكال يقسم الى قسمين، فانكشنال وبروستاتيك. هسه راح ناخذ الميكانيكال. يعني شنو ميكانيكال؟ بال 1934 وولف او هو وولف بدا شاف انه البون من انت تسوي يعني من انت تسوي له من اندر فانكشن يصير بي ستيميليشن اوف بون فورميشن. شاف يعني هو سوى البحث مالته على رابتس في البدايه، وبعدين سوى على مونكي، وبعدين سوى على الانسان. شاف انه من يصير فراكشر والبون هذا بعد ما اني اسوي له هو ريونيون، من يسوي له فانكشن يصير ستيميليشن. شاف بالمايكروسكوبيك يصير ستيميليشن للاوستيوبلاست، فشاف انه الفانكشن تفيد لنا البون فورميشن. بس كميه فورس يعني اجى فروست ورا، اجى ورا بعشر سنوات. ايش قال؟ قال لا هو مو هيك الحكي. قال اني احنا هسه بس وولف طبعا هسه راح نحكي على بس ها فروست ايش قال؟ هاي فروست العباره مالته، هذا هو اللي طلعه فروست. فورس within physiological limit، خلفت physiological limit للفورس. ما قال الفورس اي فورس، لا قال اكو فد فورس محدده، كميه فورس هو من 500 لل 2000 نيوتن. طبعا جوا ال 500 شافوا انه جوا ال 500 يصير ديسيوز اتروفي، يعني البون يروح ما يموت لانه هو الفورس قليله كلش، فما راح يصير ريفانكشن. فليش انت من يقول لك من يسوون واحد يسوي له عمليه ومشي من يشيل هاي يقول له امشي عليها، امشي عليها حتى تعطيها فورس حتى يصير اكتيفيشن. فهو ايش قال؟ يعني وولف بالبدايه شاف انه اكو من اخليها اندر فانكشن، بس بعدين اجى وراء فروست ايش قال؟ فروست قسمها، قال اني من جو ال 500 يصير اتروف، من ال 500 لل 2000 من 500 لل 2000 قال هذا فيزيولوجيكال ليميت، هذا فيزيولوجيكال ليميت، هذا الليميت اللي هو لازم البون ياخذه، لا اقل منه ولا ازيد منه. ازيد منه شاف انه بال 2500 يصير باثولوجيكال، يبدي ياثر على البون، يبدي يسوي لنا ريزوربشن. هذا احنا راح يفرق لنا بشغلنا. يعني انا ما اجي على منطقه هي مثلا ليش احنا نسوي ريليف اريا؟ حتى لان هي منطقه اصلا ما تتحمل الفورس، هي اصلا منطقه ما المفروض اسلط عليها فورس حتى ليس بها ريزوربشن اكثر. فاني لازم ابقي الفورس مالتي وذن فيزيولوجيكال ليمت. هذا ياثر علينا طبعا بالشغل. فالفانكشنال فاكتورز هذا راح يعطينا يجينا بالبروستيك فاكتورز راح نستلمه احنا. راح نجي شو نسوي على مود نحافظ على الفورس ثيوري. يعني الفورس ثيوري هي مو بس بالاسنان، كل يعني هي بنحكي عن البون بصوره عامه. حتى نحافظ عليه هذا الفروست ثيوري حتى نبقيه وذن فيزيولوجيكال ليميت، نجي النقطه اللي وراها اللي هي البروستاتيك فاكتور. بروستاتيك فاكتورز حتى احنا نبقى ايش قلنا؟ قلنا لازم اول شيء نسوي برود كفرج حتى نبقي اللود ما يتركز بمنطقه واحده ونركز عليه الفورس، لان هاي الفورس البايتنج فورس طبعا البايتنج فورس هي تختلف من انسان لانسان، من انسان لانسان، حتى تختلف بين الجندر، يعني تختلف بين الميل والفيميل، تختلف بهواية اشياء، تختلف بالعمر. يعني هو الشاب البايك فورس مالته مو مثل الكبير، البايك فورس مالته اقل، لانه هي البايك فورس فيها مصر اكثر شيء. زين؟ فالبايتنج فورس قد تعبر الفيزيولوجيكال ليميت مال، يعني ممكن اذا احنا نخليه اندنجر. فشو نسوي؟ نسوي برود كفرج حتى لا تتركز بمنطقه واحده. ايش قد ما احنا نوزعها ايش قد ما تاثيرها راح يقل. فاول شيء برود كفرج ديكريز نمبر اوف دنتال يونت. طبعا هاي العباره يعني هو خاله صحيح، احنا هسه اكو كونسبت جديد يقول لك شورت دنتال ارج. احنا كل ما قللنا الدنتال يونت كل ما انه احنا الفورس اللي بدها تجي هي اقل، لانه يعني هو الفوت بلس هي اقل،
طبعا بس احنا لازم كفرج اكثر، يعني احنا كفرج اكثر بس دنتال يونت اقل، اكو فرق بيناتهم مو نفس الشيء. الدنتال يونت هي اللي راح يجي عليها الفورس، بس انا وين يعني وين اصلا يعني انا ما اخلي يعني هسه البيشنت ساتسفاكشن اكثر شيء هو يريد بس هذني. فهسه يقول لك احنا مثلا مو الا نخلي 7 نخلي نوصل لل 6 مثلا مو مشكله، اهم شيء اني برود كفرج حتى الفورس اللي تجي تتوزع على اكثر مساحه عظميه. ديجريز باكوال انجل وذ يعني الكلوزر تيبل احنا نقللها طبعا، من نزيد الكلوزر تيبل راح نزيد الفورس. التوث فورم امبروفد توث فورم راح نجي نشتغل على التوث فورم. احنا ما نجي نسوي يعني كسب وما ادري شنو، لازم راح نقلل يعني لازم نقلل شنو هي هذه avoidance of inclines planes. هذه بدك تخليها نفس النقطه هي تقريبا. حتى اني ما اجي اسوي كسبات وما ادري شنو هذه وكلش اناتومي هيك فد مره، لان اني عندي هسه الفورس ما بيها هناك بالتيث. الله سبحانه وتعالى من خلق الاسنان خلقها بهذا الشكل اللي هو يعني الانكلايند بلاس اللي هي كلش معقد الشارب او الستيب، احنا نقولها نقول ستيب مو؟ لانه اكو بري دنتر ليجمنت هو ياخذها ويعني يقللها ياخذها ويحسن بحيث البون ما يتاثر، لانه هو اكو مسافه بين البون والتيث اكو مسافه. هذا الكوشن هذا الكوشن يقلل الفورس للبون. انا هسه انا ما عندي هاي البري دنتر ليجمنت فقدتها راحت، انا عندي بون مباشره ف اسوي افويدنس يعني ما اسوي كل الشارب. وهسه اجى كونسبت اللي هو الاناتوميك والسيمي اناتوميك مو والنان اناتوميك حسب الكيس حسب الريت اوف ريزوربشنز. اذا هو الانسان اذا هو ويل ريزو يعني ويل ويل يعني مضرج احنا يعني نخلي له سيمي اناتوميك، اذا هو فلات نضطر نخلي له نان اناتوميك. ما يجي يقول ها والله لا هذا الشكل لا ما نفكر هيك شيء، احنا نفكر بالريزوربشن اكثر نروح نخاف عرض يعني عرض اكثر شيء فنعطي مونو يصحوا لها مونو بلين مو سامعين بيها اكيد مونو بلين تيث سامعين بيها؟ لا مونو بلين تيث هو التيث قسموه ثلاث اشكال. اول واحد الاناتوميك اللي هو الكسب الديجري مالته فوق ال 30 اوكي؟ بعدين ايش قالوا؟ قالوا لا خلينا نسوي سيمي اناتوميك يشبه الاناتوميك بس اقل الزاويه مال الكسب اقل من 30. بعدين جو قالوا لا قالوا انا لو اللي ما تعرفوه كان خليت لكم اياها بالصوره هنا مونو بلين ماكو كسر ماكو كسر اي هاي بالفلات ريدج. احنا هسه مثلا بنريد نكتب بنريد نشتغل البروتوكول مال فلات ريدج واحنا من النقاط اللي نخليها نقول نخلي مونو بلين تيث حتى لان هو اصلا اوريدي فلات يعني اوريدي هو ريزوبت وانا راح ازيد له الريت اوف ريزوبشن سمينه ما راح يتحمل البون مالته ما راح يتحمل. Centralizations of occlusal contact يعني اني ما اجي ما اخلي lateral contact. تعرفون انتم هسه من تسوون انتم هسه دنشر اكو مناطق هي مو بالسنتر يعني الكونتاكت مو بالسنتر lateral contact هذني انا ليش احنا نخلي ارتيك بيبر بالانسيرشن حتى اي lateral contact اي بريماتشر contact احنا نشيله لان هذا راح بعدين ياثر لنا يسوي لنا مشاكل على الـ 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 على الـ على الرج يعني على الرج. Provisions of adequate tongue room. طبعا ما اجي اني اخلي يعني اعطي مساحه للتنك اعطي مساحه للتنك حتى لا يسوي لنا يعني اثر لنا على الدنشر. و adequate intraclusal distance during rest duration. يعني اني شو اسوي؟ حتى لان هذا الريست هو شنو الريست؟ يعني الريست اني كل ما قاعد هيك شيء كل ما اني ازيد المسافه كل ما الكونتاكت راح يقل. بالريست. اني هو هسه جايني ما عنده اسنان. اوكي؟ فمن اني اقيس الريست مالته من ارد اخلي الكلوزر مالته تعرفون انتم الريست فيرتيكال دايمنشن والكلوزر فيرتيكال دايمنشن تعرفوها ولا لا؟ هي الفكره شنو اني حتى اقلل الكونتاكت هو قاعد بالريست شوي انطي مسافه شويه ازيد يعني هو مو 2 الى 4 اذا هو ريزورت اكثر انا اروح لل 4 انطي مسافه ازيد. إذا لا والله هو مو ريزورس أخليها بين الـ 2 والـ 4 تفهموني؟ واضحة؟ يعني الـ Inter Ridge Distance during rest أزيدها شوية. لأن هو النورمال بيشنت هو كل إنسان هسه كل واحد فيكم إذا أعطيته ريست بوزيشن راح ينطيني فقيمة تختلف.
ولهذا السبب احنا من يقعد المريض نقيس له اياه، لان هو يختلف، يعني يختلف كل واحد الريس بوزيشن مالته يختلف، هو لان هذا شغل مسلز، يعني هو تاثر بالمسلز، فاكو مسلز يعني مسلز قوي واكو مسل لا يعني تعب يعني تعبانه هي ضعيفه، يعني اكو مسلز شلون واحد يلعب حديد وواحد ما يلعب حديد، اكو مسل قويه واكو مسل يعني هي عاديه ما بيها شيء. فالريست يختلف من انسان لانسان، فاني من اجي ابدا اسوي اقلل الريت ابسوربشن اعطي الريست ازيد بالريست بوزيشنز، المسافه هذه من اباوعها يعني هو بالريست اباوعها بالماكسيمم بالفور مليمترز. اوكي التريتمنت اند بريفنشن، طبعا اول شيء هو بالبريفنشنز اني حتى امنع البريفنشنز اوف ريسيدوال جرافي شو اسوي؟ امنع الاكستراكشن، مو انا مو راسا يجي المريض يقول له ايش لا احنا مسوي لك كومبليت، لا ما يصير هيجي، لان انا مجرد انه قلت قررت انه انا اشلعهن سويت له يعني صارت مساله حتميه خلاص ما بيها مجال، لا انا اقدر امنعها ولا هو يقدر يمنعها ولا اقدر اي احد يمنعها. بس انا مثلا هو عندي اسنان، هاي الاسنان اقدر مثلا استخدمها يعني مثلا اقدر استخدمها اوفر دنجر، مو اقدر استخدمها اسوي له كراون وبعدين اسوي له امبلانت، يعني انا ما اجي اقول له الله اشلحني معود وخلي مكاني، لا احاول قدر الامكان انه حتى امنع الريزوبشنز احاول انه احافظ على الاسنان اطول فتره ممكنه. زين فيعني هو هذا احنا البروستاتيك، هو البروستاتيك هو يعني يتفق مع الكونزرفتيف، هو وين نفس الكونسيبت مال الكونزرفتيف، مو انه احنا نقلع واحنا نعوض، لا احنا ايش قد ما نبقي اسنان احنا نقدر نشتغل عليها هم بروستاتيك تريتمنت عادي يعني. بس انذر اوبشن فاول شيء بريفنشن، بعدين نجي على البروبر ديزاين. بروبر ديزاين احنا هسه تقريبا يعني حكيناه كل الاشياء اللي هسه انا حكيتها انه هي ها هسه راح نجي احنا هي من النقطه 5 وهاي بالاخير احنا نفس حكيناها، بس من نقطه 1 الى نقطه 5 هذه ما حكيناها اللي هي تشو هيلث براير تو ميك كومبريشن بروسيجرز، يعني انا اجي مو هو سن بعد مثلا بريدنتال بروبلم واني اجي اخذ لها برشن واسوي لها ريستوريشنز، انا راح ازيد الريزوربشن مالته 100%، لان انا مخلي في شيء ماثر على التشو هيلث، لان يعني التشو هي مثلا هم راح هم راح يتاثر هم راح يصير ريزوربشن ازيد، فانا من اجي اخذ البرشن يعني قبل ما ابدي انا اسوي بريدنتال اكزامينيشنز. اوكي من يبغى برشن البرشن تكنيك، يعني انا قدر الامكان ما اسوي هاي برشرز، هذه فانكشنال برشر تكنيك سامعين بيها فانكشنال برشر تكنيك، هذه طبعا تزيد لنا الريت اوف ريزوربشن، فانا اذا اريد اقلل البيشنت اذا اريد اقلل الريزوربشن مالته هو عنده يعني اريد اقلل الريزوربشن مالته فاسوي مينيمم برشر تكنيك، طبعا التكنيك العاديه اللي احنا نستخدمها اللي هي مو فانكشنال برشر مو هي اندر لود، لا هي اللي هي هاي احنا هاي العاديه سلكتيف امبرشر تكنيك، هذه هسه اللي قلت لكم اياها اكو مناطق انا ما يصير اخلي عليها برشر مو تعرفوها تتذكروها مو بالاكو اكو بالابر واكو باللور، بالابر اكو عندك الانسايزر مو الدورس بلاتينيوس مناطق الريليف والميد بلاتان سوشا، هذني مناطق الريليف انا ما اقدر اخلي عليهم برشر، فشو اسوي؟ اسوي سلكتيف امبرشر تكنيك. سلكتيف امبرشر تكنيك هو مبدا شنو هو؟ يعني منطقة هو احنا تعرفون انتم التكنيكس عندنا ثلاثة، عندنا ميوكو ستاتيك وميوكو كومبرسيف وسلكتيف. سلكتيف هو يجمع الاثنيناتهم، منطقة اسجلها ستاتيك بدون ما اضغط عليها، ومنطقة اضغط عليها، شلون اختار؟ اختار المنطقة اللي اضغط عليها هي الستريس بيرنج اريا. هي المنطقة اللي الله سبحانه وتعالى خلق لنا اياها تتحمل الضغط. مثلا باللور الباكل شيلد. البكل شيلد هو تنس بون وحتى الريزوربشن مالته كلش قليل. يعني هو من الله سبحانه وتعالى هاي المنطقه الريزوربشن مالتها قليل والبون مالتها هو احسن شيء. فمن اجي اشتغل اني سلكتيف اوبرشن تكنيك هنا انا ما اسوي ريليف بالبكل شيلد يعني ما اسوي ريليف هنا لا اروح مثلا اجي على كريست اوف انفيلر ريدج لا انا اسوي ريليف لان يعني هذا حتى اقلل الريت اوف ريزوربشنز. فهنا انا سويت ريليف وهنا ما سويت ريليف سلكتيف ابريشن تكنيك. اوكي
ودائما انتم دائما اشتغلوا يعني دائما سلكتيف ابروش التكنيك، يعني لا تحملوها بالابر وباللور. المناطق اللي بالابر اسوي اخلي مثلا بالبلاتاين سوتشرز اخلي هاي المنطقه لين هاي راح بعدين تاثر لنا على البيشنت. وبرود اريا قلناها نفس العباره اللي كوت ريليف اون اوف دنس ستريس بيرنج اريا سوتش اس كريست اوف مانديبولار هذا نفس الحكي اللي قلناه. اوكي فالمنطقه اللي هي باكل شيلد اريا اللي هي البون مالتها قوي ودنس وحتى الريتروزوبشن مالتها اقل شوف التبيشن كله فلات الرج مالتها كلها نازله بس الباكل شيلد قويه موجوده واضحه يعني شوفوها. هاي نفس الحكي قلناها افويدنس اوف بلينز centralizations, turn the room, enter closer distance, and closer table should be narrow. هاي قلناها نفس العبارة اللي هي bottleneck wall width. طبعاً النيوتريشن همينة إحنا نريد نقلل يعني نسوي management للرزوشنس لازم نطفل. طبعاً الشابتر هو على لا تقروب هو ينطون شارت للمريض يكتب لهم هو شي ياكل خلال فترة أسبوع شي ياكل هو شنو أكله ويقعد بعدين ويا نيوتريشن بروسيدونتيك ونيوتريشنست هم معلم نيوتريشنست فشي يعني كلش كمان هذا يقعد يسوي لك موديفيكيشن بالدايت يسوي لك دايت موديفيكيشن بلان هذا يقول لك هذا زيده هذا قلله اشياء اللي هي تاثر يعني اشياء اللي تسوي لنا هاي المعادله بون فورميشن على بون ريزوبشن على بون فورميشن عفوا بون ريزوبشن على بون فورميشن الاشياء اللي تسوي بون فورميشن ازيد هو يزيد لك اياها بالدايت والاشياء اللي يسوي بوينت ريزوبشن ازيد يقلل لك اياها بالدايت فالدايت كلش مهم. One of the cofactors in residuals is a low calcium and vitamin D metabolism. البري بروستاتيك سيرجري ايضا انا همينه اجي من اريد اسوي residual رجل زوجي اريد اسوي له مانجمنت او اريد اسوي له تريتمنت اكو همينه انا كبروستاتونتكس ويا الاورال سيرجن اقدر اسوي فت خطوات مو اقدر اسوي فيستوليوبلاستي مو صحيح اقدر اسوي فرينا واتاتشمنت اسوي لها ريبوزيشننج المصل اتاتشمنت اسوي لها ريبوزيشننج مو صحيح او اقدر اسوي هسه انا سويت سيرجيكلز واقدر اضيف بون مو اقدر اضيف بون اللي هو اوجمنتيشن اوسيوس ريكونستراكشن سيرجريز ريموفال اوف فرينم اتاتشمنت اوجمنتيشن يعني انا رسجو هسه احد البروتوكولات اللي هي تريتمنت اوف residual ridge resorption اللي هي resort ridge هو لانه هسه صار اكثر تطور ملحوظ جدا بالبون جرافت صار هسه اكو بون بلوك مو بس بون جرافت يعني مو بس باودر حتى بلوكس كامل يجي يخليها على الرنج وفي ستوديو بلاستيز اوكي الميديا دنشر الميديال دنشرز طبعا احنا كلش هواي يعني اندر استيميتد حقيقه الميديال دنشرز هو اندر استيميتد لان الميديال دنشرز كلش تريتمنت اوبشنز فيري يوسفول فور ذا بيشنتس اذا احنا اذا هو اكو اسنان موجوده نسوي لها كوبي طبعا انواع هاي راح ناخذها بعدين بمحاضره الاوبر دنشرز انواع الكوبي وانواع الاتاتشمنتس وانواع يعني اكو كوبي واكو نون كوبي مو انواع الاوفر دنشرز قلناها هو هذا شو يسوي؟ يسوي لك مينتيننج انتجريتي اوف ريسيجوال ريج راح يقلل لنا من هذا راح يصير مثل يعني مثل شلون هسه انت من عندك خيمه تريد تنصب خيمه شو تسوي؟ خلي عوده هنا عوده هنا وخلي فوقها هو نفس الشيء راح يصير تقريبا الريج دائما راح يبقى يعني يقلل الريزوبشن مالته هذني اللي موجودات منا ومنا هذني راح يقلل الريت اوف ريزوبشن طبعا يفضل ان هن يكون الموجودات بالجهتين تعرفون يعني اذا صار بجهه واحده ممكن يعني تسوي امبالانس. والامبلانت الامبلانت الاوسيو انتجريشن اند امبلانت طبعا شافوا انه اكيد عندكم اكيد كل واحد فيكم شايف باليوتيوب بالفيسبوك يجون مرات مريض يجي يشلع له سنونه كلها ويخليها زرعات احنا يعني احنا بالفكر التقليدي كلاسيكي نقول ليش ايش يسوي؟ مو الله سبحانه وتعالى خالقنا هذني الاسنان لا هو اللي دا يصير انه هذا البيشنت عنده ريزوبشن قوي ريزوبشن طبعا هو بريدنتال كوز مالتي فيقول لك اني حتى اقلل الريت اوف ريزوبشن حتى اوقف هاي عمليه الريزوبشن اسوي امبلانت ليش؟ لان فروست شو يقول؟
يقول من تطيني وذن فيزيولوجيكال ليميت ارجع اني اشتغل. تفهمون شلون؟ فهذا الاوسيو الامبلانت هو هو هذا فد اوبشنز موجود يعني انه احنا هوايه شايفين احنا نقول لها ليش ايش يسويها ليش هذا غلط؟ لا هو مو غلط، هو هسه التوجه الجديد انه خصوصا اذا كانت انه لان تعرفون انتم هذا البون ريزوربشنز ديو بريدنتال هذا الريفرسبلز خلاص صعد البون شو اسوي الان يعني هذا راح يظلون هم مجرد انه هو ينتظرون شو وقت راح يبدا يصير الموبايل وهذا طبعا راح يصير الموبايل ريزوربشنز راح يصير كلش قوي فهم يقول لك احنا خلينا نوقف من هسه خلينا نشلعنا ذني ونخلي امبلانت حتى البون يجي لود يجي يشغله يرجع يشتغل اوستيوبلاس يرجع يسوي بون فورميشنز يقلل لنا الريزوربشن طبعا هذه النقطه هي اللي نشوفها يقول لك شنو علاقه الامبلانت بالموضوع لا الامبلانت يرجعنا على فروست بريكوشنز ديورينج اكستراكشنز طبعا احنا يعني جزء نتحمل بالاكستراكشنز نتحمل جزء من الريت اوف ريزوربشنز يعني بالاكستراكشنز ممكن احنا اذا سوينا ليبيال فراكشر ليبيال بليت فراكشرز راح يصير عندنا يعني ريزوربشنز بس شافوا انه الانر لاير از ريسبونسبل فور ريمودلنج اوف ذا بون شافوا انه الليبيال هي الافضل بالريمودلنج فاذ بون هاز تو بي ريموفد يعني اذا انت ردت تطق مثل ما يقول ردت تسوي فت فورس قويه يعني احنا عاده من اللي نسوي بكل يعني بكل لينجوال موفمنت بالبكل احنا شويه نسوي اقوى فورس اذا ردت تسوي فروح على البليتر البليتر بون هو حتى هو استاتيكلي يعني احنا الريزوربشن يصير من الريزوربشن يصير بليتري العفو ليبيالي استاتيكلي يعني ديزاستر مش بتقدر تصالح راح تخلي له انت جنجفة راح تخلي له ريستوريشن جنجفة راح تصعد له اياه هيك ورا لثه راح تخلي له سيراميك وتغطي له هذا مثلا اذا تسوي امبلانت او اذا تسوي فيكست يعني اذا تسوي فيكست كارثه يعني راح تخلي هنا سن وهنا سن وهنا سن البوتك بالنص راح تخلي فوقها ليش؟ لان انت الليبيال بليت ما موجوده فشو تسوي؟ انت اذا ردت يعني يقول لك اف هاز تو بي ريموفد يعني اذا انت الاكستراكشن انت تريد تسوي الفورس اللي تعطيها ازيد تعطيها بالبليتر اوكي؟ ثانك يو. اكو سؤال؟